أسعد الله صباحكم ومساءكم أينما كنتم. معكم إبراهيم إدريس في برنامج رحلة في الذاكرة الإريترية. هذا البرنامج تعده سلام ميديا عبر نافذة أدال. في الحلقة السابقة مع المناضل الأستاذ عبد الله سليمان عبد الله حمد، كنا قد توقفنا في الحقبة في منتصف الحقبة الأولى من الفترة التي حددناها من سنة 1948 إلى 1965. حدثنا فيها المناضل عبد الله سليمان عن نشأته وأسرته ومراحل وعيه المدني في كل من مدينة تسني وقلوج وأم حجر إلى أن وصل بنا إلى كرن، ومن ثم نقلنا إلى رحلته نحو كتابة المقالات السياسية الاجتماعية ذات الطبيعة الاقتصادية في أسمرة. وعليه استكملنا هذا الجزء من النشأة التي كشفت لنا تجربة الأستاذ عبد الله في علاقته بالمحاكم المدنية عبر تجربة والده وعمه وأصدقاء والده، وفي عبر مدن متعددة وعبر ثقافات ومجتمعات اجتماعية متعددة. اكتسب هذه الخبرة وخلفية مكنت الأستاذ عبد الله سليمان إلى أن يبدو وكأنه هو الصحفي أو الكاتب الذي تعلق بالكتابات وإذاعة الإذاعات المصرية، وتحديدا تأثره بكتابات الأستاذ الراحل محمد حسنين هيكل في تلك المرحلة. أستاذ عبد الله، نعود بك إلى تلك الذاكرة في حلقات متواصلة عبر النشأة وعبر هذه المرحلة التي أسلفت في ذكرها. الآن بما وتوصلت إليه من تجربة إلى أن وصلت لكتابة مقالات، حياتك أيضا خروجك من التعليم بدأت تخش في الحياة التجارية. هذه الحياة التجارية نقلتك إلى حياة أخرى حتحدثنا عنها، واللي هي كانت المقدمة للمراحل القادمة إلى سنة 81. هل تفضلت لنا بشرح تجربتك في العمل التجاري؟ كيف بدأت؟ مع من؟ وأين من المدن؟ وطبيعتها وعلاقتها بالمرحلة ذيك. تفضل أستاذ عبد الله. طبعا انتقلت عن طريق أخ ألحقني بالعمل مع تاجر يمني اسمه أحمد محمد سيف الجنيدي، وهذا المتجر كان عبارة عن مول زي ما نقول نحن الآن في هذا الزمن يعني. أيوة. والرجل ذهنيته ذهنية إيطالية، يعني دكانه شهير وإيراد مستوردات بتاعه سواء الأغذية الأحذية البدل السوني الفليبيس حاجات مشهورة يعني. معروف عنك الأناقة، الآن عرفنا من أين أتيت بتلك الأناقة. ما أظن والله، لكن تفضل أستاذي. مع أنه هو والله ما قصر، كان يقول لي ألبس يعني. جميل جميل جميل. ومهمتي هي نحن شخصين، في واحد اسمه فصوم، يعني ده كان معاه فصوم. أيوة ده ولد دارس وأظن خلص جامعة وثانوية. ما شاء الله ما شاء الله. بمهمته فقط المعاملات في البنوك. التجارية في البنوك. في البنوك يعني. أيوة أيوة. وما أحيانا يعني لساعات محددة يشتغل معانا كمان. أيوة. وأنا مهمتي ماسك الدفاتر باللغة العربية الحسابات. الحسابات ده. أيوة. وفي نفس الوقت يشتغل في المحل كمان. أيوة. عامل. أوكي. أيوة. وطبعا من خلال ده يعني كان عندنا عطلة كل يوم الأحد، فنلتقي كلنا نحن. مين أنتم؟ والله في طلبة هناك يعني. ممكن أسمعهم؟ والله كتار هم يعني، مثلا زي ما ذكرت لك يعني قبل شوية عبد المنان بشير كان. أيوة. عمار باهو، إبراهيم إدريس كرار، حلمي لويس. وحلمي لويس وعمار باهو. أيوة. و
كان معانا كمان واحد من أبناء كبسة. أيوة. وصديق. كبسة المرتفعات. أيوة. اللي هي المنطقة اللي فيها أسمرة والمدن. أيوة. أيوة. صديق لعبد المنان هو أحمد. أيوة. كيكيا. أحمد كيكيا. أوكي. أيوة. أوكي. من أبناء البحر الأحمر. أيوة. أيوة منطقة. أيوة. البحر الأحمر. أوكي. يعني عرفنا به هو. ما مشكلة. المهم. أيوة. أيوة تعرفنا وذاته كنا نجي بيتهم وعن طريق أحمد كيكيا تعرفنا. أيوة. أيضا على مع أنه ما مشى معنا كثير مع علي سيد عبد الله المناضل علي صيغة. أيوة. رحمه الله. أيوة. رحمه الله. أيوة. رحمة الله عليه. وهناك يعني عرفت المدينة وبرضو كيف كيف لقيت أسمرة مقارنة بكرم؟ والله الأيام ذاك طبعا أول السكان كانوا قلال في أسمرة. أيوة. أيوة. ما كان حصل نسمعه. أيوة. مليون وصلت ما أعرف 500. لا إحنا أيوة دلوقتي دواحد. في التاريخ. إحنا في التاريخ. أيوة نعم. أيوة. والله كانت مدينة أول نظيفة كانت. أيوة. ما بشك. أيوة. حتى أنا لما نتكلم مع بعض الناس اللي يقول أسمر اليوم وكده كنت بقول لهم نحن أثناء سيرنا في الشارع الشهير ده كومبشتاتو. أيوة. إذا في شخص جاي من مسافة بعيدة. أيوة. لما يقرب نعرفه. أيوة. لأنه يعني الجو صافي. أوكي. ما فيها مشاكل خلتك تكتب مقالة بتاعت الحباب يعني مدينة تقسيم الجغرافي وتقسيم الشوارع مدينة إيطالية ما ليها أهلها يعني مدينة إيطالية أنا ممكن أيوة وكداك مهموم بحقي. أوكي. وديك المقالات ذاته كمان مش احتراف أنا ولا كاتب ولا حاجة لكن شنو يعني كده حسيت بمساهمة. أوكي. يعني بصرف النظر عن اللغة قوية ما قوية. لا 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 لا. نرجع لأسمرة ذاته. أوكي. أيوة فاشتغلت فيه وبعدها. كم سنة الفترة الزمنية؟ والله زي سنتين كده. سنتين دي مع أيوة مع الراجل مع التاجر. أيوة. وزميلك. أيوة. برضو كان أيوة. أيوة. بالصدفة وجدته في صنعاء بعد ما الأمور دهورت في المستقبل. أيوة في المستقبل دي حالية إن شاء الله لو مرينا أهلي. رجعت كرل. أيوة الجالية اليمنية كانت جالية أساسية في أسمرة. أيوة نعم. مين الجاليات الثانية كانت موجودة في أسمرة؟ والله طبعا الجالية اليهودية كانت الجالية اليهودية. أيوة. وهو نفس هذا الرجل اللي كنت أعمل معاه. أيوة. ذاته فتح محل كمان في كومبشتاتو. أيوة الشارع الرئيسي. الشارع الرئيسي. أيوة. فقال فيه. أيوة. سيدة يهودية يعني. أوكي. وجالية أخرى الإيطاليين مثلا. إيطاليين طبعا كانوا موجودين. أيوة كانوا. أيوة. موجودين و... أيوة. مطاعمهم فأسمرة كوزموبوليتا. أيوة. يعني إريتريين على على إيطاليين على يمنيين. أيوة. كانوا أقاريك برضو في المرحلة دي؟ والله ما أتذكر. أوكي ما أتذكر. أوكي. أوكي. يعني الحياة الثقافية كيف كانت في أسمرة؟ والله نحن الأيام داك طبعا في شغلنا. أيوة. أكثر حاجة لكن كنت مواظب مواظبة يعني اشتري الصحف المصرية دي أسبوعيا كلها. حدثنا عن الصحافة وحدثنا عن. أيوة بقرأ يعني بس. أيوة. أيوة حدثنا عنها. أيوة يعني مثلا با حمدون ده يعني هو الإيجنسي الوكيل بتاع الصحافة العربية. بتاع الصحافة العربية. أيوة. فاشتري كل الصحف المصور وآخر ساعة روز اليوسف و. أصحابك كانوا يقروا معك؟ ولا. زملائك. أهرام. والله شويه ابراهيم ديس كرار يعني ابراهيم ديس كرار. ايوه ايوه يبقى. كان اهتماماتكم مشتركه. ايوه 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 شويه. ايوه ولكن طبعا دائما لما نقعد. ايوه يعني بنتكلم في بدون ما نتعمق في السياسه وكده. ايوه بنتكلم عن الوضع يعني في اثيوبيا في كده ما اعرف كانت ايه بالضبط يعني الاخبار الاخبار اللي كانت. أيوة. ايوه ايوه ايوه, أيوة. المهم باختصار يعني رجعت. أيوة. عدت إلى مدينة كرن وبعدين واحد قال لي يا أخي في عمنا فرج حشوبلي. أيوة. مع أنه ما كان كبير خالص. أيوة. قاعد يبيع التخشيبة بتاع الدكان. أيوة. هو أصلا كان يبيع قماش بالمثل يعني. أيوة. بتاع النسوية. أيوة.
انت عندك خبره اوريدي عن التجاره؟ ايوه شويه. أيوة. طيب اوكي. أيوة. لا سنتين ما سهله. ايوه نعم. ايوه تعلمنا منها كثير. ايوه, أيوة. بس ما احسنت اختيار المكان كمان. اوكي وكده. المهم مشيت واشتريت التخشيبه. أيوة. وثاني رجعت اسمر واشتريت عفش بيطلع رخصه للحاجات دي. أيوة. في بلديه في رخص. ايوه ايوه نعم. اوكي لا انا بسال عشان اعرف. أيوة. للمشاهد يشوف طبيعه الاداره المدنيه. أيوة. أيوة. كيف كانت. ايوه ايوه وخلاص مليت الدكان وكل شيء. و الفترة الزمنية طيب في الحتة دي كانت من 64 65 64 بنتكلم احنا. ايوه يعني. أيوة. يمكن في منتصف شهر 8 كده. ايوه خلاص بعت الدكان. قررت تبيع الدكان. ايوه السبب. أيوة. السبب خلاص مسألة انه امشي التحق بالثورة دي يعني. طيب هنا ضغطت عليه كثير يعني. هنا الوعي الوطني بدا. ايوه اسبابه شنو؟ شفت شنو؟ والله الأسباب إيه؟ طبعاً أولاً كان واضحة شوية يعني. وأنا يعني مثلاً كانوا في بعض النشطاء. أيوة كان عندما زي عثمان حاج. عثمان حاج أخوه لشيخ عمر. أيوة وآخرين كانوا زي مين تذكر؟ وبعدين واحد اسمه ورد أحمد ريس حاج. أحمد ريس حاج. أيوة وبعدين أنا طبعاً يعني حتى المدرسة الوسطى. أيوة لما كنا ندرس هناك وناظر. أيوة. أستاذ محمد نور. أيوة. أستاذ أحمد إدريس نور. أيوة. اللي هو أخو الله يرحمه آدم. آدم إدريس نور. آدم إدريس نور. أيوة. أيوة يعني اختاروني ثلاثة مرة. أيوة في احتفال المولد النبوي عشان أنا تتكلم الخطاب. أيوة الخطاب. طبيعة الخطاب كيف يكون بالمناسبة طبعا. أيوة. بتاع العيد بتاع المولد النبوي. المولد النبوي. أيوة. بتاع المولد النبوي. أيوة. أيوة. وبيجوه كلهم يعني. أيوة. المدير مباي هبتي يجي. أيوة. كل الأعيان. أيوة. مين مباي هبتي للمشاهد عشان اللي يفهم. هو مدير مديرية كرن يعني. مدير مديرية كرن. أيوة. 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 فهنا المسيحيين والمسلمين بيجوا في ال... أيوة. احتفال في الاحتفال. أيوة. اللي هو يعني لل للمسلمين. أيوة. بتجي الإدارات المدنية وبتجي تشارك. أيوة. ده جزء من الشكل. أيوة. المدني. أيوة. أظن اختاروني ثلاثة مرة فبقيت معروف كده في المدينة. أيوة. فحتى الناس النشطاء كمان. أيوة. ما كانوا يتهيبوا اللي ما. أيوة. عرفهم. أيوة. ما عرف عن عملهم. أيوة. ما كانوا يتهيبوا يجوا يتكلموا معك. أيوة. يعني باعتبار أنك أنت. أيوة. يعني بقيت رمز واضح في. أيوة. المدينة وكذا. أيوة. وعندك علاقة مع الإدارة المحلية. بعدين في أصدقاء كمان إبراهيم قليواي. أيوة. ومحمود ياغوت. أيوة. هو في العمل دي. أيوة. كده. محمود ياغوت كان مشهور أنه كان في العمل التنظيمي. أيوة. والسياسي. أيوة. في كرم من الشباب. أيوة. البارزين كان. أيوة. كان كم عمره؟ كان أكبر منكم؟ والله شاب كان. أيوة شوية أكبر منكم. أيوة شوية. أيوة أيوة. ولحسن الحظ يعني قبل رحمة الله عليه وقبل سنتين كده. أيوة. كان مع أخوي في دكانه في جدة. أيوة. وأنا بتكلم مع أخوي قال لي حفاجأك وأداني لي. يا سلام. إيه يا سلام يا سلام. فتونسنا وبعدين يقول لي منا من لقيس كذا وقال تلفون كبس لينا. كان يقول لي ما تم التواصل إلا. أيوة. في فترة. أيوة. بعد فترة. أيوة. طويلة. طيب دور. أيوة. محمد ياقوت. فالمهم رجعت أخذت الدكان بعدين بعته. أيوة. وكنت أقول لمحمود ياقوت أنا عاوز ألتحق بالثورة. أوكي. يعني أنا ما حددت يوم. أيوة كده. بس أنت عارف أنه هو عنده علاقة يعني. أيوة. أيوة حسيت يعني. حسيت أنه عنده علاقة. أيوة أيوة. و أقول له كده كل ما أجي أشرب معه شاي. أيوة وكده. فيقول لي والله كويس يعني مثلا يعني أنت ذاته يعني مش انت قال لي ما قاعدين يطلع شباب كلهم يعني. ايوه فمن باب اول تطلع انت باعتبار انك نشيط وعارف عنك يعني. حاجة زي كده. ايوه يعني. ايوه المهم بعدين قال لي تطلع المنطقه الثانيه. المنطقه الثانيه. ايوه حوقفك هنا دقيقه. أيوة. ايه معناها تعني المنطقه الثانيه بالنسبه للمشاهد اللي ما بيعرف؟ طبعا دي المناطق العسكريه اللي تكونت في سنه 65. كل منطقه عسكريه عندها قائد. أيوة. وعندها نائب. أيوة. وعندها مسؤول فدائيين. أيوة. وعندها مسؤول مالية. وعندها قضاء.
قضاء. قضاء ايوه. وعندها جهاز صحي وامن، مسؤول صحي وامن. امن امن, أمن. دي كلها منطقة. المنطقة الأولى قائدة ديناي مثلا، المنطقة الثانية قائدة عمر عزاز، شهيد عمر عزاز، المنطقة الثالثة عبد الكريم أحمد، الرابعة محمد علي عمرو، وبعدين جاءت الخامسة يعني دي كان فيها ولدائك أحسن، دي هي المناطق العسكرية. فقال لي حتمشي المنطقة الثانية اللي هي أقرب أقرب لي. أيوة. منطقة سنحيتيا كده. حسي يقال عنها عنسبة. أيوة. وبعدين قال لي يعني حتبقى مع عمر أزاز. مين عمر أزاز برضو للمشاهد؟ أيوة الشهيد عمر أزاز في المنطقة الثانية. أيوة قائد الشهيد. شوية ممكن تحدث عن عمر أزاز؟ أيوة. والله هذا رجل نحن نسمع عنه كنا. أيوة يعني حتى لما مشيت السودان كان رجل يمتاز بالحكمة ما شاء الله. وحتى علمت من الناس يعني منصفين يعني. أيوة. يعني حتى كان حساس، يدي يدي مساحة للمكونات ويهتم. أيوة. مكونات ما. أيوة. مختلفة هي. أيوة. معناها بالمعنى. أيوة. يعني اكتسب خبراته. أيوة. في الجيش السوداني. أيوة نعم. أوكي. ومنفتح على. أيوة. واقع أكبر. أيوة. فلما جاء إريتريا معناها نفس التجربة دي. أيوة. ظهرت في ملامح عمله يعني. قدرات قيادية عسكرية. أيوة. وعنده قدرات بتاعت حوار وتفاهم. دي عرفتها لما أنت. أيوة بعدين مع أيوة. طيب حنجيلة. لكن لما كنت في كرن اللي كنت أسمع رجل بطل ورجل قائد. أيوة. يعني فقال لي تبقى معه. هتبقى معه. قالوا لينا قال لي. أو بي بيلمح ليك. أيوة. أيوة. كم سمت ودي يعني شنطة ترفع. أيوة. فأنا فرحت والله. سكرتير. أيوة. لقائد. حاجة كده يعني. أيوة. ما كنت أنتظره ولا الصورة يعني. أيوة. أيوة. قلت يعني الموضوع ده بس شغلني ذاته. أيوة. ما قدرت أنوم يعني. كيف قدرت تأخذ القرار؟ أيوة. لا قبلته. لا لا قبلته يعني تنفيذ القرار. ايوه تنفيذها خلاص. حسوا عمل الاجراءات. ايوه. في واحد مراسل شهير اسمه جابر. ايوه. كان في حرس او مسؤول عن محطه التسيون حمد الاولى. ايوه محطه هي. ايوه. قال لي حتمشي معاه. فده موظف في المدينه لكن عنده علاقه بالفدائيين وعنده علاقة بالتنظيم. أيوة. شغلته ما في المدينة هو. أيوة. هو شغلته في التسيون حمد. التسيون حمد وين هي؟ تبعد كم؟ يعني بعد حقات كده يعني. أو تنزل من تطلع من كرن. من كرن. أيوة. تعدي على حقاس. أيوة. والتسيون حمد. أوكي. أيوة. أيوة. لكن فهو يعني بيجي ما بيتحرك يعني هو. أيوة. أيوة. مراسل. مراسل. وكمان. أيوة. عرفت بعدين رجل جسور ورجل شجاع. يا سلام. يا سلام. اعتقل 4-5 مرة. ويتعذب. أيوة. وكله ويصمد وما طلع منه أي أبداً زرة. أبداً أبداً. معادن. أيوة. وبعدين لمكانته ده يعني لجسارته دي. yeah. وشجاعته يعني الناس كانت تتعاطف معه والتجار بالذات يعني. فحتى يطلعوه كان. أيوة يطلعوه من ال. أيوة. يضمنوه. أيوة يضمنوه باعتبار أنه يضمنوه ويدفعوه. أيوة. وقروش وأي حاجة. طيب طلعوه. خلاص مشينا. ما بتذكر الباص ستاي هو ولا جونافر ولا. أيوة. ما بعرف كم كان في باصات في كرن او والله في الخط الأيام ده. طبعا كان في ستاي وكان في جونافر. جونافر. انا بسال الاسئله دي لانه كثير من المشاهدين ما بيعرفوا طبيعه. أيوة. ال أيوة. أيوة. فركبنا في واحده منها ونزلنا في المحطه حوالي الساعه. أيوة. 10 الصباح. 10 صباحا. أيوة. أيوة. من كرن. من كرن يعني. أيوة. عبر حجاز. أيوة. ليتسيوني نزلنا هناك. أيوة. المحل بتاعه وعملنا شاي. عمل شاي وكده. عنده بيت يعني. أيوة. زي قطية محطة. أيوة. في المحطة. أيوة. بيت شغل يعني. بيت شغل. أوكي. يمكن. أوكي. هو ينوم في أوكي. ما أوكي. أيوة. فالمهم بعدين قال لي نحن هنتحرك مع المغرب مع الظلام. مع الظلام. أوكي. أيوة. هنمشي. قلت له كويس. فأثناء ما نزلنا من الباص في رجل مسن شكله واضح حمراوي يا شباب. أيوة. قال لي ذات حمراوي. ايوه.
ده يحرق حطب وكده ويبيع فحم في الظلق. أيوة خاتي وكده أيوة. انت تفوت بعربيتك. دي شغلته كانت. اه دي شغلته. شافنا طبعا نازلين من الباص و المغرب تحركت. ايوه. انا ما بعرف الاتجاهات. ايوه. انا ما بعرف الريف. ايوه. الريف الوحيد اللي كنت امشيه مع عمي. ايوه. هو اللي عنسبات عنسبه. أيوة. هو يعني. ايوه. مشيناك و... طيب وصلنا المهم. ايوه. جينا قال لي المنطقه دي حشيشاية قال لي. واستنونا يتعشوا. ايوه. مين استناكم يتعشوا؟ الجبهه هي. الجبهة أو... انت طلعتوا من تسيوني. أيوة. ووداك حسد الوقت اللي الجبهة. تمام. ايوه. وصلنا هناك كان يتعشى اقعد اتعشى بعدين قعدنا معاهم. ايوه. اكلنا. بعدين جابر مشى كلمه. ايوه. بعدين جاني عثمان صالح الله يرحمه. الله يرحمه المناضل عثمان صالح. أيوة. كان معاه جاني هو وجا معه كمان من القيادات أول الأشاوس أول يعني مرة. الجبهة. أيوة ده محمد علي فكاكي. محمد علي فكاك. أيوة. أيوة. ومن كان ما معرف والله. طيب عايزين ننهي جو هنا. أيوة مرحلة دي. وقلت لهم والله محمود جاود قال لي كده و... ما في جوابات ولا حاجة لكن لا لا لا. بس بالتوصيات. أيوة جوابات. أيوة. ما في. طيب وكده وخلاص. وعثمان صالح بالذات مرة واحد يعني ايوه شجعني وهنا يعني جميل وحبي خالص يعني yeah. ايوه وخلاص لي موضوع طارئ رجعت انا ايوه لكرم مع جابر مع جابر. أيوة. هو الموضوع الطارئ. ايوه الموضوع الطارئ كده بس مهمة هي يعني عندك مهمة. ايوه كلفوني. أيوة. بها. ايوه وانا ذاته كان عندي كمان مهمة يعني. ايوه اصف فيها يعني ذات في كرن. في كرن. في كرن. ايوه, أيوة. فجيت كرن. مشي جيت كرن خلاص. أيوة. وصلنا مع بعض. عديتوا بالسلامه. انا يعني قال لي هو انت امشي لوحدك حس. اوكي انا بعدين اجي لوحدي. ايوه قلت له كويس خلاص. جا الباص مشيت. من وصلت هناك مشيت البيت. يا وفي البيت قيلت هناك. و في المساء وقت العصريه نزلت جيت في محمود ياقوت. ايوه وقال لي يا اخي جابر القوا عليه القبض قال لي تم. ايوه دي معناها المره الرابعه ولا الخامسه. ايوه وحس انت قال لي يعني ايوه انا جيت حوالي 12 كده ما عارف الظهر. ايوه ايوه قال لي انت حاسه تمشي اسمر طوالي قال معناه تنبهه انه احتمال. أيوة. يتعرف. أيوة. خروجك او تمشي اسمر. ايوه وتنتظر هناك. ايوه مبدئيا 15 يوم قال لي. ايوه اول ما الجو يصفى. ايوه حننادي دي معناها في العمل السري مرحله بتاع التامين. ايوه تامينك كان في اسمر. ايوه ايوه حاسه انا عندي بعض الأصدقاء وعندي خالتي هناك موجودة كنت ممكن أنزل معاهم. أيوة. لكن برضو حسك الأمني وحسك الوعي. أيوة. ما في داعي قلت يعني. فنزلت فين؟ ناس داخلة وخارجة ومشيت في فندق صغير كده اسمه بنسيوني فيوري. بنسيوني فيوري. أيوة. وين موجود؟ ده بس لما تفوت سوق السمك بيمينك. أيوة. وجامع الخلفاء. أيوة. شمالك. أيوة. تمشي شوية في الركن الثاني. جميل. جميل. يعني هو بيت زي الفيلا يعني. ايوه اوكي نزلت فيه. أيوة. كان عنده قروش طبعا كثيرة. ايوه ايوه نزلت و قروش دي بتاعتك انت. ايوه بتاعتي اللي هي بتاعت اللي ايوه 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 ايوه, أيوة. أيوة. شلت منه انا طب بعت المحل شلت منه الباقي. أيوة. خليته. ايوه اخوي الوالدة. ايوه يعني يمكن 80% ولا 90%. ايوه ايوه المهم قعدت بعد فترة محمود ياقوت جاء. محمود ياقوت جاء. أيوة. أسمرة. أيوة. أنا ما أتذكر كمان. أيوة. كلمت واحد. أيوة. يمشي وكلم من إبراهيم. إبراهيم قال لي وين ذات. إبراهيم قال لي وين. أيوة. أوكي. قلت له يا أخي أنا داخل في فندق اسمه كذا وكذا وكذا وكذا. لكن إبراهيم ما يعرف أنك أنت.
لا 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 ما في حد يعرف ما يعرف طيب. انا دايم ذاته لقيته صدفه ايوه لانه كنت مرات اطلع كده ايوه بس في هنا. في نفس المنطقه ايوه لقيته هنا هو عنده فولكس واجن يجي بيها ايوه من كرن من كرن ايوه كلمه جاني اليوم السابع عشر في الفندق ده محمود محمود يا ايوه قال لي يا اخي الراجل طلع تعال كرن قال بس كلمتين قال لي ايوه خلاص مشى مني الصباح جيت هنا ايوه لما جيت جيت طوال قبل ما امشي البيت جيت فيه ايوه ايوه قال لي يا اخي الراجل طلع و ايوه ما في اي حاجه لكن حاسه في مشكله قال لي ايوه انه المنافس كلها فيها قوات اثيوبيه قال لي ايوه الكوماندوس و ايوه يعني المنافس بتاعت كرن ايوه ممكن تشرح للمشاهد المنافس معناها لما داير تطلع من كرن الميدان ايوه مثلا زي تنقل لحاس وشفشفيت ودعاري ايوه اماكن دي مخارج كرن أيوة. كرم طبعا مدينه يعني جبلية. محوطه بالجبال يعني من جمالها يعني أيوه. فاحسن حاجه لضمان أيوه. وصولك ذاته لوين قال لي حسه ما عندك طريقه تمشي في المنطقه الثانيه ايوه في الميدان هنا ايوه هنا ما في أيوه. تمشي كسل قال ايوه حسه عشان المشاهد يعرف انه المنطقه الثانيه في منطقه عنسبة ومنطقة سنحيت اللي كان معروفة بيها أيوة. ومحاوطة المنطقة دي وانت خبرك اصلا في السوق زي ما يقولوا أيوة. فتأمينا لوضعك بدل ما والمنافس دي صعبة وصول للمنطقة أيوة. الثانية أيوة. فتأمينا ليك لازم تمشي السودان السودان, السودان ليه السودان ليه ما المنطقة الاولى ليه ما منطقة ثانية لا ما ده خلاص يعني الوجهه بتاعي ما اتحددت ايوه وبعدين ما دام اتحددت ومنطقه اعرفها كمان ايوه المنطقه الثانيه وهنا ايوه هنا فقالوا لك تمشي كسلة ايوه تمشي طيب. كسلة هناك أيوة. وتسلم نفسك للقياده الثوريه ايوه للمكتب قالوا لي انا أيوة. ذاته ما اعرف في اسم قياده ثوريه ايوه في مكتب هناك بتعجبها ايوه بتعجبها ايوه سلم نفسك كلمة الجبهة التحريرية عارفه وعليك المسألة أيوة وعليك تنظيم السياسي أيوة. 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 وبعدين طوالي يطلعوك قال لي طيب مصداقا لأنه إحنا بنتكلم عن الزمن والمكان أنت حد قاعد تحدثنا عن المكان دلوقت الزمن كان متى دلوقت يعني حسة يمكن نقدر نقول شهر 11 كان سنة 65 أيوة. معناها المرحلة اللي قلنا عليها الأولى دي اللي هي من 48 أنت في نهاية المرحلة العقد الأول من حياتك ومن نشأتك ومن وعيك السياسي إلى سنة 1965 طيب توجهت متوجه إلى هل كان طريق مشوارك سليم؟ يعني لا سليم كان مؤمن ما في أي إشكال؟ كان مؤمن ركبت الباص وبعدين كلموني في فندق في تسني والغريب قالوا لي لحد حسن موجود فندق إفريقيا اسمه أيوة في كسلة ديل أيوة عد مارح يقول لهم أيوة. إيرانهم أيوة حقهم هو الفندق في تسني في تسني مش كسلة أيوة تسني أيوة في تسني فأول ما نزلت في تسني أيوة سألت قلت فندق إفريقيا وين أيوة كان في واحد اسمه عبد العزيز أيوة من أولادهم عد مارح أيوة أيوة قال وروني الفندق وروك أيوه. أيوه. ما بعيد في الساحة أيوه. أيوه. وتسني أيوه. شوية أنت تعرفه أيوه. أيوه. لا لا أيوه طبعا ذكريات قديمة قديمة أيوه. أيوه. أيوه فمشيت ولقيته هو ويعرفني لأنه هو يجي أهله كرن أيوه يجوا كرن أيوه. يجي يزوره أيوه. كده أيوه. مع أنه هو ماسك الفندق أيوه فبيقول لي قلت له حبيت اليوم هنا وبكرة الصباح أنا جاي زيارة لجدي قلت له جلوج اسمه صالح أسفداي تمويه منك لا أيوة تمويه طبعا تمويه منك أيوة أيوة وهو يعرفه ذاته أيوة يعرف جدي أيوة. طبعا أيوة قال لي خلاص كويس أجاب لي عشاء وتعشيت وكل حاجة أيوة بعدين قال لي هنا في نظام قال لي في الفندق أيوة دخلني غرفة داني غرفة وقال لي الساعة 2 يجوا هنا قال لي الأمن
الأمن. أيوة. ومعهم ناس مدججين بالسلاح. أيوة. أفراد. ويضربوا كل غرفة. أيوة. وعشان يعرفوا مين اللي الموجود في الغرفة. موجود في الغرفة. ده حيجوك قال لي. أيوة. برزي. أنا قاعد أتكلم حس على الأمن. الجيش الإثيوبي. أيوة. أيوة. السلطة الإثيوبية. أيوة. أيوة. وأنت ما تنشغل قال لي ما تنزعج. أيوة. يعني أنا حقول لهم ده أخوي هو أسرتنا. أيوة. 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 قالوا فعلا زي ما قال ساعة اثنين ما أعرف ولا جو دقوا الباب. معناها المنطقة كان فيها اضطراب وكان فيها اسمين ده. طيب هنا أيوة حسة فتحتها وقال لهم ده أخوي هو قال أوكي وجاني من كرن جعل عشان أنا أهلا. أيوة. المهم اليوم الثاني مشيت قلوك ركبت بوسطة. مشيت بوسطة معناها إيه؟ بوسطة معناها الباصات الصغيرة يعني. أيوة. أيوة. مشيت لقلوج. مشيت. أيوة. وجيت في عمنا. أيوة. في جدنا. جدكم أصدقائي. أيوة. واستقبلني كويس وكل حاجة و. طيب. بعدين أنا براي جبت لي السيرة عشان ما يشغلوا. أيوة. قلت له أنا ماشي في أخوي في القبار. أيوة. عشان نحسم الجزء ده أنت وصلت لقلوج. فمتجه ليه؟ حتى تجه لي كسلة. طيب ننهي الفقرة دي بأنك أنت وصلت إلى تسنيم من تسنيم لقلوج وحس وجهتك هي كسلة اللي هي أصلا والياقوت بلغك في أسمرة تتحرك ليها نتيجة تأمين ليك أنت سياسي وأنت نجحت في أنك تأمن نفسك سياسي. سادة المشاهدون بهذه الجزئية نصل إلى الحلقة الأولى من مرحلة الحقبة التي بدأت من 48 من ولادته إلى مرحلة انضمامه لتنظيم جبهة تحرير إريتريا وتبني أول مهمة له للخروج من إريتريا إلى كسلة وكان ذلك في سنة عام 1965 إلى أن نلتقيكم الحلقة القادمة نستودعكم الله. مكتب هذا المكتب مهمته مهمة مسؤول عن تنظيم الجماهير أيوة. شأن الجماهير أيوة. في السودان وفي إريتريا سنة 67 أيوة. حصلت سياسة الأرض المحروقة لبركة من قبل إثيوبيا من قبل إثيوبيا أيوة. يعني في المنطقة الخامسة بس باختصار يعني أيوة. حصلت مشاكل زي شنو قائدة سلم إثيوبيا مين اسمه والدايك حساي اسمه والدايك حساي سلم لي المناطق العسكريه بقت اقوى منهم اقوى من القياده بتاعته اقوى منها لانه اتقوت وبقت أيوة مراكز حقيقه لازم بقت مراكز.